السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معايا في قناة ناني لايف. يا رب تكونوا بصحة وسعادة وخير إن شاء الله. معاكم حنان علي، لايف كوتش وباحثة في علوم الطاقة الكونية. النهاردة هنتكلم على طاقة الهارب والمطارد في 2/2/2022 أو 2 فبراير 2022. المبدئين كده هبدأ إن شاء الله بالمطارد، بس يا ريت ما تنسوش اللايك والشير، واللي مشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس للكل عشان يوصلكوا كل جديد ان شاء الله. مطارد، لازم تعرف كويس جدا ان كرمتك راجعالك، وفي ناس كتير كرمتهم رجعت لهم بالفعل. حاول تتغلب على الآلام وتمر منها بسلام. الفترة دي حاول انك تعالج طفلك الداخلي اليومين دول بالذات، وتعمله استشفاء وتطبطب عليه وتدلله. بلاش تفكر في الماضي، وعلى رأي عمرو دياب ما بلاش نتكلم في الماضي، تعدى وروح. ادعي ربنا انه يشفيك وينسيك ألم الماضي. سامح الغير، خلي قلبك صافي من أي شوائب، نقيه، لأن انت بالفعل يا مطارد قلبك طيب ومتسامح وحنون. مطاردين كتير بيتشافوا دلوقتي في الفترة دي والفترة اللي عدت كمان، ومروا ولسه بيمروا بآلام صعبة علشان يتشافوا وعلشان يبدأوا حياة جديدة، حياة فيها وفرة، حياة يلاقوا نفسهم فيها، يلاقوا روحهم، يبعدوا عن وسواس النفس ويسيطروا عليه. حاولوا تكملوا تشافيكم، والشفاء على فكرة مش فترة قصيرة. الشفاء المقصود بيه هو تواصلك مع الله دائما وأبدا، هو المنقذ لك من أي آلام، هو الوحيد القادر على استبدال آلامك بسعادة ووفرة ليك. التشافي من يوم ما تبدأ هو التسليم لله وحده، وإنك تكون متقرب إلى الله. عليكم في فترة التشافي بالذات وبعد منها، احنا خلاص أول ما بناخد سكة التشافي زي ما قلنا بنسلم لله وبنتعلق بالله وحده. عليكم في الفترة دي بتفعيل الأسماء، أسماء الله الحسنى، المغيث، البصير، اللطيف، الوهاب، الحق. نيجي بقى لطاقة الهارب، وطاقة الهارب بنقولها هنا علشان تقوى يا مطارد، مش علشان تنتظر. اترك الامر لله وحده، هو القادر على كل شيء، هو من يقول كن فيكون. طاقة الهارب اعزائي، الهارب بيبص عليك دلوقتي طول الوقت، سواء بروحه او بالجسد المادي، لان طاقتك يا مطارد بتخليه جسد وروح. من غيرك بيكون عايش جسد بلا روح، لأن روحه بتحبك ومعاك. انت لما بتبعد عنه بيحس انك بعدت، لأنه بيكون عايش جسد بلا روح. انت علمت الهارب ازاي يعيش، هو دلوقتي عارف ان كل اللي كان عامل ليه حساب ملهوش اي لازمة ولا يضيف له شيء. كان بيحب دايما ان يكون ظاهر وسط المجتمع ووسط الناس بان هو شخص لم يخطئ أبدا، شخص كبير، شخص بيلجأ له كل الناس وقت مشاكلهم، وهو كان معجب بكده علشان الثناء اللي هما بيقعدوا يقولوه له ويفخموا فيه. كان حابب الدور ده، كان حابب دور الكبير، وفي الآخر اكتشف ان الدور ده ولا ليه أي منفعة له. هو دلوقتي شاف الحقيقة اللي ما كانش شايفها ولا عايز يشوفها. عارف انه كان عايش بشخصية غير شخصيته، علشان كده دايما كان بيظهر بانه انسان بشخصية ازدواجية. كتير مطاردين كانوا بيجوا بيقولوا احنا بنحس انه هو عايش بشخصيتين. تفكير الهارب دلوقتي واحساسه انه ندمان عليك يا مطارد وعايش في حيرة. هل ممكن المطارد يديني فرصة تانية؟
بعد كل اللي عملته فيه، بعد كل اللي عملته معاه. دلوقتي بس عايز يحسسك انك مقبول، وعايز يرجع لك بعد ما رفضك، وبعد ما عمل لك بلوك، وبعد وبعد وبعد، علشان مجتمعه وتقاليده واعرافه واطرافه، لا الطرف الثالث، كل اللي بيفكر فيه الان ازاي يرجع ويرجع الايام الحلوه، الايام الرومانسيه. كل ما بيلاقيك مش معاه في العلاقه بيتحسر عليك، لدرجه ان كل ما بيشوف قبل ماشيين مع بعض بيفتكر ايامه معاك. خد بالك يا مطارد، لما بتفكر فيه هو ما بيفكرش فيك، ولما انت بتبطل تفكر فيه هو بيرجع يفكر فيك. هي دي لعبة الكون، هو الكون كده، لما تجري ورا الشيء يجري منك. المهم، هو الآن كل هدفه انك تسامحه، عايز يشوف هيستعيد قلبك ازاي. ولكن خد بالك يا مطارد، السم في العسل، مازال ماسك العصاية من النص، ومازال غير متشافي. الهاربين اللي عاملين بلوك بيفكروا يشيلوا البلوك، زي ما غيرهم شال البلوك في الفترة اللي فاتت، والفترة اللي جاية دي بقى مش عايزة اقول لكم فيضان هيشيلوا البلوك. عايزك تسامحه دلوقتي بعد هروبه ومشاكله، علشان اكتشف انه شخص مرتبط بحاجات ملهاش علاقة بيه اساسا. اكتشف انه من غيرك هيفضل واقف مكانه، لان انت كنت معلم ليه زي ما هو كان معلم ليك. انت علمته يا مطارد ازاي يعيش، ازاي يخرج من القفص ويعيش حر، ازاي يعمل اللي هو عايزه، ازاي يكون حاسس بطفولته. انت علمته ان الله سبحانه وتعالى حق. هو عرف ان هو شخص تقليدي جدا، مع ان هو غير كده، عارف انه بيتعامل بشخصية غير حقيقته. خد بالك يا مطارد، الهارب عنده فوبيا من التغيير، لذلك حتى زواجه بيكون تقليدي، شبهه، شبه مجتمعه، بنفس تقاليدهم واعرافهم. دلوقتي بيواجه اي تغيير بيمر في حياته بدون خوف. كان دايما بيخلي المجتمع والاخرين هما اللي بيتحكموا فيه، كان دايما بيسأل هل الناس هتوافق ولا هترفض. كان شخص قليل الحيلة، وما بيحبش يعارض حد، وبيخاف على صورته قوي اللي هي صورة مزيفة في الأساس. وأخيرا وليس آخرا مع هذه العلاقة، علاقة توأم الشعلة، توين فليم، ملهاش آخر إلى الآن، كل اللي أقدر أقوله لك يا مطارد، اهتم بتشافيك، وتمسك بالله، وتعلق بالله وحده، وغير حياتك للأفضل، للسعادة، للوفرة، لإثبات ذاتك. غير حياتك عشان تعرف تعيش، غير حياتك عشان كل الناس اللي بصوا عليك في يوم من الأيام وشافوك وانت مكسور، وشافوك وانت في الليالي المظلمة ومحدش طبطب عليك، يعرفوا انك قوي، وانك محارب، وانك بتعرف تقف على رجليك مرة واثنين وثلاثة وعشرة الى ما لا نهاية، ان ربنا وحده هو القادر على انه يغيرك ويخليك تنجح ويخليك ناجح ويخليك شمس زي ما انت شمس. الناس تحب تتدفى من حرارتها، الناس تحب تمشي تحت منها. يا مطارد، انجح في حياتك، لان هو سعيد في حياته، حتى لو كان ندمان عليك فهو سعيد في حياته. لازم تسامح علشان ترتاح، اعرف قيمة نفسك وانجح، علشان يعرف ان هو اللي خسرك مش انت اللي خسرته.
ما تحطش في دماغك الانتقام من اي حد، خليك متسامح علشان النار بتحرق اللي ماسكها. اسمع حدثك وروحك الداخلية علشان ربنا بيدلك على الطريق الصح. فرقوا ما بين حدثكم وروحكم الداخلية وما بين وسواس النفس الشيطان. عارفة كويس ان الهارب حنون وطيب وغلبان وطفل وكل حاجة انتم ممكن تقولوها يا مطاردين، عشان انت حنين وطيب فشايف كل الناس كده، وهو بالفعل حنين وطيب ومريض ولم يتشافى. حتى لو كان ندمان، خد بالك، حتى لو كان ندمان فهو لم يتشافى. خليك ذكي، خليك ذكي يا مطارد. بص للحياة المادية زي ما هو ما بص للحياة المادية. ابتدي يقف على رجليك، ابتدي شوف حياتك، ابتدي وابتدي وابتدي امشي ورا شغفك عشان تنجح. حط هدفك قدامك واكتبه عشان توصله، واستعين بالله دايما في كل شيء. صدقني، صدقوني يا مطاردين، ربنا لم يغزلكم ابدا. ربنا قال لكم ادعوني استجب لكم. بشكركم جدا ومرسي ليكم وطاقة حب مني ليكم. ما تنسوش اللايك والشير، واللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس للكل عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.